سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في صحه جيده واموركم مزيان. وانتم كتشوفوا لا فيديو ديال اليوم، فاليوم كيف شفتوا ان شاء الله كنديروا في التحضيرات ديال الحلويات. كنديروا اليوم خصصناه غير هكا النهار كله، درناه غير فيه غير الحلوه، وقلت نبارطاجي معكم هاد الاشياء اللي كنقوموا بها والتحضيرات اللي كنديروا للحفل اللي عندنا. فالمهم اليوم هاد الحلوه هادي اللي كتشوف فيها، فهي راه حلوه قديم كنا كنديروها، كنا نقولوها الحلوه الكركاعه. كيف شفتوا الشكل ديالها؟ دايره بحال حلوه الكركاعه، بحال دايره بحال الكركاعه. كنديروا ليها الزنجلان واللوز، كنديروا سكر كلاصي، كنحكوا واحد الحامضه ونص بكيه ديال الخميره. ما كتجيش فيها الدقيق، دائما ما تنديروش فيها الدقيق. هاد الحلوه هذه ما كاينش فيها الدقيق. الدار ديال الشيطان باش يكمل كيلو، درنا فيها الزنجبيل والكركم والموز وما فيهاش الدقيق، دائما ما درناش فيها الدقيق. عرفتي كتجي المذاق ديالها والشكل ديالها كتجي معلكه في المذاق ديالها. راه كيف شفتوا معانا هنا، راه بعد ما طابت غادي نبداو نلصقوا فيها. راه كتجي الشكل ديالها، شكلها شكل الكركاعه كيف شفتوا. هادي كنقول لها حنا حلوه الكركاع، كنا كنديروها صراحه من زمان. حنا كنديروا هاد الحلوه هادي وكتجي المذاق ديالها رائع، وبغيت نشاركها معكم باش تشوفوها كيف جات وكيفاش كتجي. صراحه زوينه. فغادي هنايا راه غادي نقوم بالتلصيق ديالها، غادي نلصقوها. كتلصق بالشوكولات الابيض، ما كنديروش لها الشوكولات الاسود، كتجي رائعه في الشكل ديالها. بعد ما تغدينا وكلينا هكا يد الدلع كيف شفتوا. المهم راه شاركت معكم نهارنا كامل من الاول حتى الاخر، شاركته معكم. صافي هذيك الكركاعه راه كنبداو نلصقوا في هذيك الحلوه تاع الكركاع بالشوكولات الابيض، وكنخليوه حنا اكسبري، كنخليو داك الشوكولات من الجوانب ديالو، تنخليوه هكا يسيح باش تخرج داك الشوكولا من برا ويعطي هذاك الشكل ديالها بحال الكركاعه لاصقه. راه كتجي رائعه صراحه. بعض المقادير اللي قلت لكم كنديروا فيها كيلو تقريبا، كيلو ولا ربع ديال الزنجلان الطحون مع ربعه تاع اللوز، حتى هما شويه غير مصهدين ومطحونين بجوج. وكنديروا الزيت، كنديروا السنيده اولا سكر كلاصي كنديروا. صافي هذه هي الطريقه ديالها. من بعد كيف شفتوا معايا كنلصقوها بالشوكولات الابيض ملي كطيب، وكنخليوها حتى كتبرد. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال هاد الحلوه ديال الكركاعه، صراحه كتجي رائعه. هنايا هاد المسمن هذا راه المسمن المقلي او الرغيفات، هذا راه الرغيفات كنديروهم حتى هما كنديروا الرغيفات، راه كيجيو الطريقه ديالهم ساهله. اول حاجه كنعجنوهم عادي غير بالدقيق، شويه الفاني وشويه ديال السنيده صافي، وتنعجنوهم عاديين بيضه. وكنعجنوهم، ملي كنعجنوهم كنطيبوهم على شكل ديال التريد ديال المسمن تاع الرفيسه وصافي، وكنخليهم عاد تنعاودو نقليوهم. كيجي بهاد الطريقه هادي، كيبقى طريقه الاحتفاظ ديالهم كتبقى اطول واكثر. هنا كندهنوهم بالعسل كيف شفتو معنا، كندهنوهم بالعسل واللوز هكايا، اللوز قالينو وهكايا مهرمش صافي. وكنديرو عليهم اللوز صافي، وكنستفوهم فوق شي سوبيره ولا شي حاجه كنخليهم. صافي هنايا غادي نبداو نديرو الحلوه ديال اللوز، حتى هيايا راه كتشوفوا الرغيفات راه هما كيصيبوا فيهم البنات. هنايا غادي نبداو بالحلوه اللوز، حتى هيايا راه كل واحد شنو كيدير، اللي كيدهن في الرغيفات وكاين اللي كيدير اللوز. المهم تبارك الله معاونين. هنايا راه كنصايبوا الحلوه تاع اللوز، حتى هي كنديروا في داك اللوز كنجمعوه فيه. هنا راكم شفتوا الشكل النهائي ديال الرغيفات، شوف كيف جاو، جاو طريقه رائعه.
وزوينه الصراحه بزاف بزاف، كيجيو رائعين عرفتي مقرمشين. هنا درنا لهم هذيك الفرشيه وفرشنا السلوفان باش يبقاو هكايا شادين التقرميشه ديالهم. غادي نغطيهم بالسلوفان مزيان، غادي نغطيهم ونخليهم هكا محتفظين بهم. صافي هنايا راه غادي نبداو في الكعبه. دابا هي العجين ديال الكعبه غادي نديرو ليها، غادي نديرو الدقيق تقريبا. هنا درت 2 كيلو ديال الدقيق، دارت غادي دير 2 معالق ديال السكر كلاصي، وغادي دير واحد 2 معالق ديال الزبده. الزبده تكون حيوانيه، تكون الزبده نوعيه جيده. صافي وغادي تجمعهم بالمزهر، غتجمع هاد العجين هادي غادي تجمعها بالمزهر، غادي تجمعها المزهر حتى هو يكون نوعيه جيده. صافي وغادي نخليوها، ما نخليوهاش داك العجين ديال هاد الحلوه ديال اللوز، ما كتبغيش تكون هكايا سايحه، تكون شويه قاصحه شاده في راسها. غي كديريها صافي وكتجمعي العجين تاع اللوز، العجين ديال الحلوه ديال اللوز. هذه هي الطريقه ديالنا في العجين ديال حلوه اللوز، كتجي رائعه وكتجي رطبه وكتجي زوينه بهذاك المظهر. قلت لكم بعد ما كملنا هذيك الحلوه تاع الرغيفات، كيف شفتوا معايا راه دايرين لهم السلوفان مزيان. بغيت نوريهم لكم، شوفوا السلوفان ديالهم كيفاش داير. راه عتيك ندير لهم السلوفان مزيان باش يبقاو شادين تقرميشه. هنايا راه هنا درنا هذاك اللوز، داك الحلوه ديال اللوز كنديروا فيها العقده ديالها، كنديروا المزهر الزبده، كنديروا هنا راه سيرها كتعبر في داك باش دير قياس واحد. تقريبا درنا 16 غرام للحلوه ديال اللوز، 16 غرام كنعبروها، كتجي احسن في الابهار ديالها، راه كتعبر وكتحط يعني 16 غرام راها مزيانه. شفتوا هنايا بعد ما حربلاتهم وحطاتهم، شوفوا الشكل ديالهم رائع. عاود هنايا غادي نبداو في الحلوه ديال الفرماجه. الحلوه ديال الفرماجه راه سبق لي محضرها معكم في واحد لا فيديو، راه عندي حلوه الفرماجه في القناه ديالي، حتى هي راه كتجي رائعه. وحتى هذه الطريقه راه دائما كنديروا حلوه الفرماجه بدون بيض، كتجي رائعه وكتجي زوينه. حلوه الفرماجه كنديروها كنديروا تقريبا. دابا غادي نديروا 2 كيلو ديال الزبده مع تقريبا 16 فرماجه اللي غادي نديرو. راه كتجي زوينه زوينه بزاف هاد الحلوه ديال الفرماجه. هنايا راه كيف شفتوا معايا راه صافي بدينا كنخدمو في هاد الحلوه تاع الفرماجه. درنا الفرماج، درنا الزبده هما اول حاجه، وكنخدموهم مزيان حتى هكايا يندمجوا لينا مزيان العناصر مع بعض ديالها. صافي غادي تزيد السكر كلاصي، غادي دير 2 كيسان ديال السكر كلاصي، غادي دير الزيت. صافي من بعد ملي غادي تجمعي غادي تبدا دير في غادي تبدا غادي دير الدقيق. صافي الدقيق وغادي تبدا هكايا كتورق فيها، ما غاديش ماشي يعني تورق، غير غدلك غير تسرحها شويه بالمدلك وتخليها شويه شيئا مغليطه. صافي من بعد فاش كنطيبوها راه كنفندوها في السكر كلاصي، كنخليوها تبرد واحد شويه ونفندوها في السكر كلاصي.
صافي هنا من بعد ما شكلناهم كيف قلت لكم غادي نديرهم مقليبات، غادي نحطهم على هذا الشكل هذا. ما كانش عندنا الطابع ديال المثلث، صراحه الطابع تاع المثلث كتجي احسن، كتجي عاطي المنظر ديال ديك الفرماجه. مي معليش درنا هذا الشكل ديال القلب وهو اللي كان متوفر صافي ودرناه. صافي المهم من بعد هاد المرحله هذه فحنا غادي نديرو غادي نفندهم كيف قلت لكم من بعد ما غيطيبوا غادي نفندهم هكا في سكر كلاصي غادي نفندهم. صافي هذا هو الشكل اللي كيكون ديالها قبل ما تطيب. وصافي هذه هي حلوه الفرماجه، راه كتجي البنات هشيشه هشيشه في المذاق ديالها، وكتجي رطبه وكتجي زوينه كتجي. صافي هذا ما كان، غادي نخليكم دائما مع لا فيديو حتى الاخر، من الاول حتى الاخر، حتى تتبعوه دائما ونخليكم معنا دائما في لي فيديو. جايين فيديوهات زوينين، كاين بزاف الحوايج صراحه اللي زوينه، فدائما خليكم مع لي فيديو اللي كنقدم لكم. هنايا كيف شفتوا معايا الفران عندنا كبير، حنا الفران شوفوا كنديروا جوج لاطات يعني كبار كيهزوا، وغادي دابا راه هبطات هذيك لاطات هبطاتهم لتحت، وغادي دير لاطات الاخرين غادي ديرهم الفوق يطيبوا يطيبوا من التحت عاد كتهبطهم. شوفوا هنا جات تحميره واحده، الشكل ديالهم جا زوين. صافي هنا راه بدينا كنفندوهم في السكر كلاصي، وغادي نحطوهم حتى همايا اللي الحلوه اللي كنوجدوها كنديروها في السلوفان، كنديروا لها السوبيره ديال الحلوه وكنحطوها هكايا. صافي تنساليوها تنكملوها تنحطوها هكايا في السوبيره ديالها، باش ان العمل يكون مقاد ويكون مرتب. كل حلوه كنكملوها عاد نبداو في الحلوه الثانيه باش نخليو داك العمل منظم، وكيجي داكشي كيجي زوين وكيطلع تبارك الله. حتى الحلوه كامله تبارك الله طلعت، واخا ما شاركتش معكم، واخا راه ما شاركتوش معكم كاملين، ولكن ان شاء الله راه غادي نوريهم لكم. المهم راه غادي نخليكم في امان الله.